اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما شافنيش في المقدمه، احنا النهارده بنستضيف منتخب مصر لكره السله للكراسي المتحركه، هذا الفريق اللي نجح باقتدار الفوز ببطوله افريقيا نهايه شهر يناير اللي فات في يعني غياب لمده 23 سنه. ومش كده بس، وناخد كمان كاس احسن لاعب ونتاهل لكاس العالم اللي هيكون في دبي نوفمبر 22. في البدايه برحب بالكابتن عادل شريف المدير الفني، وكمان كان القائم برئيس البعثه او بمهام رئيس البعثه في اثيوبيا. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم، وانا سعيد جدا جدا وفخور ببرنامجك المتميز وبقناه النادي الاهلي. كل الشكر والتقدير ليكم وللقناه وللنادي الاهلي. ده وسام على صدرنا لما يعني الكلام ده يجي من حضرتك، قامه كبيره. ألف شكر. ويعني بنشكر حضرتك على الكلام ده. احنا اللي بنشكركم جدا، وكلنا فخر وسعاده ان احنا جينا هنا في قلعه من قناه، قلعه من القلاع الكبيره قوي على مش مصر، مصر والشرق الاوسط والقاره الافريقيه. نشكرك يا كابتن على الكلام الجميل ده، وبرحب بكابتن احمد فتحي نجم الفريق بيبو. حبيبي يا كابتن، منور القناه. انا بشكرك جدا طبعا على استضافتك لينا، وانا بعتبر النهارده تواجدي في القناه هو اهم واعظم تكريم ليا، لان دي اول قناه رياضيه تستقبلنا بعد فوزنا ببطوله افريقيا اللي تعبنا عليها علشان نجيب الكاس ده بعد 23 سنه. طبعا، ودموعك اللي في اللي نازله منك دلوقتي بتقول اديتك الحمد لله. الحمد لله 23 سنه كفاح واجتهاد وانضباط والتزام، وكنا محرومين من التتويج على منصه التتويج، ولكن الحمد لله يعني ربنا كرمنا من اول 2017 و2020 قدرنا نرجع تاني لمنصه التتويج ونحقق الميداليه البرونزيه ونكسب جنوب افريقيا في بلدها، ثم ربنا يكرمنا ويكلل جهودنا بقى بالميداليه الذهبيه في اثيوبيا بعد صعوبات ومعاناه ونص الفريق كورونا، حاجات كتيره قوي لو قلتها لك لا هنتكلم وهنشوف قد ايه تضحياتكم وقد ايه حبكم لمصر. بس خلينا نشوف التقرير ده، عملنا لكم تقرير حلو عن البطوله، نشوف التقرير ده اعزائي المشاهدين ونرجع لابطالنا، ولكن بعد التقرير. توج المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة بقيادة مديره الفني عادل شريف بلقب بطولة كأس إفريقيا، والتي أقيمت بإثيوبيا خلال الفترة من 20 وحتى 30 من يناير الماضي، عقب تغلبه على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 60-58. واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بالفوز على أصحاب الأرض بنتيجة 92-25، وأعقبها الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 20-0 بسبب فشل المنتخب الجزائري في الالتزام بالحد الأقصى لدرجات اللاعبين داخل الملعب، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 85-27، وتبعهم الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 67-47 في دور المجموعات، ليتصدر منتخبنا الوطني الترتيب في الدور التمهيدي ويضرب موعدا مع منتخب الكونغو صاحب المركز الرابع في نصف النهائي بنتيجة 74-15، وكان مسك الختام أمام المنتخب الجنوب إفريقي مجددا بنتيجة 60-58. ونجح أبناء النيل في حصد اللقب بعد غياب دام لمدة 24 عاما، كما حصل المنتخب الوطني على تذكرة الصعود لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها العام المقبل بمدينة دبي بالإمارات. ولم تتوقف مكاسب الفراعنة عند هذا الحد، بل نجح اللاعب محمد فرج في الحصول على لقب كأس أفضل لاعب والكرة الذهبية، كما حصل اللاعب محمد حسب النبي على جائزة كأس أفضل لاعب ارتكاز بالبطولة القارية. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عادل، رحله طويله وصعبه، ويمكن ما ابتدتش من السنه دي ابتدت من سنوات وتخطيط وجهد وعرق ومعوقات. كلمنا عن البدايه يا كابتن. احنا طبعا حضرتك عارف ان احنا ابطال القاره وابطال العرب 98 و2000. تمام يا كابتن. احنا خدنا بطوله عربيه وافريقيا، افريقيا عربيه، كاس عالم،
ثم أولمبياد سيدني خدنا البطولة الأفريقية في الجزائر، وبعد كده حصل حرمان للمنتخب المصري 4 سنين بسبب خطأ أخطاء إدارية وكده، فحرمونا الاتحاد الإفريقي من المشاركات لغاية 2004. لغاية 2004 طبعا كان صعب علينا ان احنا نرجع بسرعه كده بسرعه، وخاصه ان الكرسي طبعا حضرتك عارف ان الكرسي بيتغير وبيقدم، الدنيا مكلفه كده. فمن 2004 بدانا نتاخر في الحقيقه، بقينا 2004 الثالث، 2007 الثالث، ثم قعدنا في حرمان تماما لان ما عندناش كراسي متحركه، والكرسي المتحرك طبعا غالي. ثمنه كام الكرسي يا كابتن؟ الكرسي يعمل من 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 100 ل 120 ل 150 ألف جنيه ان شاء الله. رقم كبير. تمام يا كابتن. جينا من 2011 كده، وبعد المشاكل اللي هي بتاعت اللي مرت عليها مصر وكده، فانا فضلت ان انا اقعد في البيت يعني ما وكده، وقعدت لغايه من 2012 لحد 2016 الى ان تم استدعائي تاني مره اخرى. بدأت وانا مع المنتخب دوت ما اقدرش، لان مع المنتخب دوت يعني لما كنت بفضل ده ولا الفرق الاصحاء كنت بفضل ده، لو فضلت بين ده ولا ده لا بفضل الجماعه دول، يعني انا يعني في رابطه بينهم وكده، ارتباط جامد. 2016 الحمد لله اشتركنا في بطوله افريقيا في جنوب افريقيا، وحققنا المركز الثالث، رجعنا تاني. 2019 برضو في جنوب افريقيا وحققنا المركز الثالث والميداليه البرونزيه. دي كانت البدايه الحقيقيه بقى. رجعنا بقى تاني وكده. وبدا في بقى عناصر شابه صغيره بنطعم بيها الفريق. ويمكن دي الميداليات بتاعت 2017 2017 و2019 دي الميداليات اللي حصلوا عليها، المركز الثالث اللي كانت يا جماعه البدايه، اللي هي الميداليه اللي بيلبسها احمد دلوقتي والكاس اللي احنا شايفينه ده. يعني انا بس عايز اوصل قد ايه فعلا بيتعبوا، يعني بجد، يعني انا يعني بجد انا حاسس باللي هم حاسين بيه، وقد ايه هم بيتعبوا وقد ايه هم بيبذلوا مجهود. الحقيقه ربنا معاكم. ده احنا من جنوب افريقيا، يعني احنا البدليتين دول من جنوب افريقيا، يعني افريقيا دايما جنوب افريقيا لما بتعمل بطوله عايزه تاخدها، احنا كسبناها في المرتين. جينا المره دي طبعا واجهنا مشاكل وصعوبات كبيره جدا، احنا ما كناش عارفين هتلعب في اثيوبيا ولا مش هتلعب، هتتلعب في التوقيت ده ولا مش هتلعب، لان حضرتك عارف طبعا الاحداث اللي مرت بيها الكورونا والدوله طبعا كان عندهم مشاكل وبتاع، في بطولات كتيره اتلغت. بدانا في فتره احنا بطوله يوم 20، واحنا بدانا تدريبات المعسكر يوم 1 يناير، يعني ما كملتوش اسبوعين ثلاثه. كان عندنا بقى لازم تحدي وتحدي صعب. طب مين اللي وفر لكم الكراسي يا كابتن؟ ما فيش، هي الكراسي زي ما هي، الكراسي اللي هي من 10 سنين. الكراسي الحقيقه اللي عندنا من 10 سنين. لك ان تتخيل يا كابتن هيثم ان احنا بنتمرن من 5 الصبح لظروف الملعب، ما فيش ملعب، يعني الملعب مش متاح لينا الا 5 الصبح، والولاد بينزلوا يتمرنوا 5 الصبح، ينزلوا ياخدوا كرسيهم ونخش نفتح النور ونتمرن. تمرنوا فين؟ في المركز الاولمبي. في الحقيقه ناس مشكورين جدا، هم طبعا مع ضغط ده الوقت بتاع المتاح، هم مش بيدهم حاجه لا خالص. اتمرنا اتمرنا 5 الصبح ل 8:30 الصبح، وبعد كده كمان في فتره مسائيه من 2 على طول ورا بعض، من 2 ل 4، وفتره تانية بتاعه الاعداد البدني، صاله الاعداد البدني بتبقى لمده ساعه من 6 ل 7 او من 5 ل 6. اللعيبه اتحملت كتير قوي 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 قوي، وواجهنا صعوبات كتير ومش في ايدينا، لان حضرتك طبعا عارف ونجم كبير ان ده جهد لما بيبقى في فتره قصيره، ومرنهم 3 مرات وحمل شاق، لان انا وقت ضيق بحمل عالي جدا أوي. فانت الدنيا بالنسبه لك كانت صعبه. كان عندنا مع طبعا ذلك الولاد كان عندهم تحدي قوي جدا. احنا قبل ما نسافر بيوم انضربنا في 4 لعيبه ومدرب كورونا،
خبر ابيض. قبل ما نسافر بساعات. هم اخبارهم ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس وقت السفر كانت ايجابيه. عندنا ثلاث لعيبه. لا ما فيش قبل السفر بساعات. انا عارف قبل السفر المسحه بتاعت السفر ما سافروش معانا. ما سافروش. لا مدرب وثلاث لاعبين. ما سافروش. اربع لعيبه ومدرب. انتوا كلكم كام لعيبه يا كابتن؟ احنا 12 12 لعيب. احنا المشكلة يا كابتن كمان ان احنا لما جينا نعمل المعسكر عندنا ثلاث لعيبة محترفين في الدوري الاماراتي من الاعمدة الاساسية. كان صعب ان احنا نجيبهم. وقلت للابطال قلت لهم هنلعب من غيرهم وهناخد البطولة. ثلاث لعيبة من الاعمدة الاساسية ما قدروش يجوا. عندهم الدوري هناك شغال. ورحت بطولة افريقيا ناقص رحنا كورونا وناقص المحترفين. كورونا والكلام. في اللعيبة دي ابطال وعنده ده لما رحنا هناك كمان انضربنا في اتنين قبل المباريات. ايه ده؟ يبقى انت كده فقدت سته. بنلعب سته. ست لاعبين. كنت بتلعبوا هناك ست لاعبين؟ ست لاعبين. لعبتوا البطوله كلها ست لاعبين؟ ده لا مش البطوله كلها. لا بس الفتره الاولانيه في لعيبه جت لنا بقى اللي هم ايه من الاربعه دول جابوا لنا ثلاثه. جبنا ثلاثه بعد ما خف. يعني تسعه. ده يعني ال حضرتك لعبه كره السله الكراسي كمان. انا ما اقدرش انزل اي حد مكان اي حد. ده لينا درجات اللي هي اتقالت في في الاعداد. درجات الجزائر على حسب درجه الاعاقه او درجه ما نزلش عن 14. احنا الحمد لله السته دول كانوا ما يجمعوش 10 و11 و12 بالظبط. وبنلاعب فرق عندها 14. كانوا ابطال. كانوا فخور. ده كانوا انا فخور بيهم. كانوا انا فخور. كانوا ابطال طبعا. انا فخور بيهم وبوجه لهم التحيه. طبعا انا عايز بس استاذن حضرتك ان انا اشكر المجلس السابق بقياده المجلس الاداره اللجنه بقياده الدكتوره حياه خطاب. طبعا الدكتوره حياه خطاب ومجلسها المحترم. وبقدم التهنئه دكتور حسام الدين لاستاذ الاداره الكبير الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلسه المحترم. كان ضيفنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت وكان يجلس مكان حضرتك. انا شايل لكم حاجات حلوه كتير شاهدناها وربنا يوفقهم. حلوه ده في الهواء في الفواصل شايل لكم حاجات حلوه كتير. بس خلينا نروح لبطلنا كابتن احمد. لا جيت لك بقى حبيبي يا كابتن. قبل ما اروح للتفاصيل احمد فتحي بيبو. بيبو دي جت منين؟ بيبو دي جت وانا كنت صغير عندي 9 سنوات. كنت بعمل علاج طبيعي في معهد شلل الاطفال اللي معروف في امبابه. النادي الاهلي قام بزياره بقياده الله يرحمه كابتن عبده صالح الوحش وكان معاه كابتن محمود الخطيب وكان معاه ناس افاضل كتيره بس انا مش متذكرهم. فاكر الاثنين دول عشان بتحبهم. بس الاثنين دول يعني الكابتن عبده صالح الوحش ابويا الله يرحمه كان عاشق للنادي الاهلي جدا. والكابتن محمود الخطيب كان الاغنيه بتاعته الشهيره بيبو بيبو الله يا خطيب. فانا اول ما شفته يعني انا صغير وما كنتش اعرف يعني ايه اهلي او رياضه او الكلام ده كله. فمن هنا بدأ حبي للشخص قبل ما يبقى حبي للرياضة. وبسبب الشخص دوت بدأت أتابع كل المباريات بتاعته بقى القديمة والكلام دوت بجانب حب الناس وحب الملايين طبعا ليه. وفي ماتش اعتزاله البكاء اللي هو بكاء أنا يمكن بكيته أضعاف أضعاف عشان بيعتزل. وبالذات كلمة ألف شكر ألف شكر. فدي كانت أول مرة أشوف كابتن محمود الخطيب الأسطورة. لا 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 استحالة أنساه. عشان كده سموك بيبو. فمن هنا بقى بقيت احب انا يقولوا لي يا بيبو. يعني انا بقيت انا اسمي بيبو ما اسميش احمد اسمي بيبو. فبقى يقولوا لي بقى يا بيبو وبتاع لحد ما بقى اسمي بيبو. لدرجه لما انا اخترت الرياضه بتاعتي اخترت كره الباسكت لانها لعبه جماعيه وفي نفس الوقت لعبه مهاريه وفيها اثاره وفيها متعه. واخترت كمان المركز اللي ينطبق عليه بيبو اللي هو مركز صانع اللعب. مركز صعب قوي جدا ولكن ممتع جدا وبيبقى فيه تكاليف عليه والمدرب بيحمل عليه بيبقى هو المدرب في الملعب بالظبط كده. صحيح. بس فدي كانت اول مره اشوف فيها الكابتن محمود الخطيب. من هنا بدات القصه. وكان ليا برضو احد الحفلات شفت الكابتن محمود الخطيب ولكن ما قدرتش اقعد معاه. وكنت فرحان وفخور طبعا اللي انا شفته وبتمنى طبعا وانا على الهواء وعلى قناه الاهلي اللي انا اشوفه تاني وفي قلبي بقى النادي الاهلي يعني ان شاء الله قريبا يعني. اكيد عمر كابتن محمود بيتاخر. والحقيقه كابتن محمود يمكن اكبر حاجه بتميز او اكبر خلق
يعني بيميز الكابتن محمود الخطيب وهو التواضع، وده اللي مخلي الناس كلها الحقيقه جداً تتعلق بيه وتحبه جدا. ويمكن التواضع ده سمه من سمات الكبار العظام يعني، هو دايما بيكون متواضع. بالظبط بالظبط. ودي طبعا لقطات من مباراه جنوب افريقيا صح يا كابتن؟ بالظبط كده. دي المباراه دي النهائي ها؟ لا دي كانت في الدور الاول. الدور الاول اللي انتوا فزتوا فيها 67 7. دي الفاينل. ده الفاينل. بس يعني انا عايز اقول حاجه يا ابو حميد برضه معلش يعني. اتفضل يا كابتن. انتوا بحجم المعوقات دي كلها وانت رايح ترتدي قميص منتخب مصر ومعلش عليكم ضغوط وامور صعبه، يعني كنت عايز ايه من ورا ده؟ بص يا كابتن هيثم، المشوار طويل قوي. 23 سنه ده عمري التدريبي. انت بتلبس 10 كمان؟ بلبس رقم 10. انا بعشق حاجه اسمها كابتن محمود الخطيب. كابتن هيثم ده قولا وفعلا. والحمد لله يعني انا متميز جدا في الرميات الثلاثيه طبعا بشهاده كابتن عادل واحد المدربين، وحصلت على كاس احسن هداف ثلاثيات في احد البطولات المحليه الحمد لله. يعني بيبو بتلبس 10 وبتشوت 3 بونت كويس وهداف تعتبر. طب ده انت خلاص بقى تلعب كره قدم. ممكن العب معاك ماتش تحدي كمان. انا مستعد والله العظيم، ده ليا الشرف. الشرف ليا انا. انت هتكسبني يا كابتن. لا 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 انا بطلت بقى لي فتره وهتكسبني. بنتعلم من حضرتك. لا يا فندم والله. لا ده الكلام ده كان قبل الحلقه، احنا النهارده بنتعلم منكم من هنا ورايح. ربنا يخليك. والله ما بقول هذا الكلام مجامله، بس كنا بنتعلم من الجهاز الفني، انتوا احنا اللي نتعلم منكم. ربنا يخليك يا كابتن. يعني انا عايز اقول لك اللي انتوا بتعملوه والاصرار والعزيمه يفتت الحجر. الحمد ده احنا اللي نتعلم منكم الاصرار والعزيمه. الحمد لله. احنا عندنا سياسه كابتن عادل قايم بيها، رقم واحد قبل الرياضه، قال لك 50% معايا ضامنها في جيبي هي الانضباط والاخلاق والالتزام واتباع التعليمات. ده رقم واحد. قال لك لو انا معايا 50% من الكلام دوت، انا ال 50 في الثانيه هنتوكل على الله رقم اثنين. ونعم بالله. هنجيبها. وثم نجتهد وبالتدريبات زي ما الكابتن عادل قال، كنا بنقوم 5 الفجر، متهيألي مفيش فرقة في العالم مستحيل عملتها. مستحيل. وكنا في عز البرد، ويمكن كنا بنقول للكابتن بنتلكك له نقول له احنا صعبان علينا الراجل اللي بيفتح، ولكن احنا صعبان صحيح علينا نفسنا، ولكن في أمل علشان نجيك بالكاس ده. بعد 23 سنة اجتهاد وتعب وما طلعناش لمنصة التتويج، يمكن أنا أول منصة تتويج أطلعها وأخد ميدالية كانت في 2017. طبعا كان بقيادة الكابتن عادل. يعني كابتن عادل يمكن حضرتك زرعت فيهم حاجات وقيم وأمور كانت هي فعلا نص المكسب. أوي أوي الحمد لله ورب العالمين. هم برضو عندهم استعداد، يعني إحنا عندنا ناس أبطال زي دول وعندهم العزيمة وعندهم الإيمان بقيمة مصر طبعا. الحقيقة طبعا. أنا كنت بقول قبل ما أخش على الهوا هنا عند حضرتك، إحنا في بطولة من البطولات اللي خدنا بطولتها البطولة الأفريقية سنة 2000 وإحنا مغلوبين من الجزائر كتير، ما عملناش حاجة خالص بين الشوطين إلا أن أنا واقف وراهم وعمال أقول مصر، ما فيش أي حاجة خالص، عمال اقول لهم مصر مصر مصر. كانت النتيجه ان احنا كنا مغلوبين 17 بونت، طلعنا كسبانين 18 بونت، 35 بونت من الجزائر في الجزائر، وخدنا البطوله. شفت بقى لما اقول اتعلم منكم، هم عندهم مصر دي حاجه طبعاً. وطبعا عندنا كلنا طبعا مصر طبعا منتخب مصر الحمد لله. ده الانجاز يا كابتن هيثم، احنا عندنا خدنا طبعا زي ما احسن لعيب في افريقيا طبعا، احمد خدنا احسن لعيب ارتكاز محمد فرج قوي، فعندنا عناصر جميله، عندنا ناس المحاربين القدماء، عندنا ناس عارفين يعني ايه عسكريه انضباط في الحقيقه. دول بيسلموا دول اللعيبه اللي عندي هي عندهم استعداد. يعني انا بقول لهم وانا ده دايما ده طبعي وشعاري الالتزام الالتزام الالتزام. فالحمد لله كانوا عند حسن الظن الـ وكانت على فكره كانت احسن امنيه ليهم ايه الامنيه نقابل فخامه رئيس الجمهوريه نعم نعم وقناه النادي الاهلي. احنا تحت امرك يا كابتن. والله 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 سمعتها منهم ده بعد فخامه رئيس الجمهوريه. ده واحنا بنعيش اثناء المباراه الأهلي. اختاروا قناه النادي والله الأهلي. يا كابتن هيس احنا تحت امرك، لان احنا عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه قناه النادي الاهلي، وقناه دايما متشافه
وقناه رياضيه بتسلط الضوء على كل الالعاب، مش الالعاب بس بتاعه الاصحاء. يمكن انا ليا اصدقاء كتيره في النادي الاهلي، الكابتن عبد الله عبد السلام بتاع الفولي، الله، احمد صلاح، الكابتن حمدي، وكنت دايما اسمع اسم بس النادي الاهلي في المركز الاولمبي اي مباراه او اي تدريب، كنت بنزل على طول واقعد اتفرج عليهم. عشق النادي الاهلي حاجه ثانيه، ويمكن اتعلمنا منهم الاداره والانضباط والاخلاقيات، حاجات كتيره قوي النادي الاهلي بيحطها فينا بجد. والله انا فخور. انا بالنسبه لي شوف، كنت بتعمل ايه لما الاهلي بيكسب مثلا افريقيا؟ يا طبعا ده مصر، ده مصر. لا لا مصر، مصر، ده مصر طبعا. النادي الاهلي ده مصر، النادي الاهلي طبعا. يعني بيجري في دمنا وحاجه كبيره بالنسبه لنا. احنا بنتمنى اتفضل كابتن، دي امنيه ان النادي الاهلي يعني، وهو قلعه عظيمه من قلاع الرياضه، ولو بيبدا باي لعبه كل الانديه بتبقى وراه، هتمشي وراه. نعم. لو فريق كره سله للكراسي المتحركه بالنادي الاهلي، لابناء النادي الاهلي، من ابناء النادي الاهلي، ساعتها رياضه كره السله الكراسي المتحركه دي هتبقى في السماء. Nobody knows. لو النادي الاهلي محدش يعرف بكره فين بدا اللعبه دي، بدا لعبه كره السله الكراسي المتحركه لابنائه، واحنا طبعا في خدمته، احنا متطوعين تماما بدون اجر. لو فكر فيها يبقى ده حاجه عظيمه جدا بالنسبه لنا. حبيبي يا كابتن بجد، انا والله مش عايز اقول لكم، انا طبعا الوقت ضيق، احنا هنطلع لفاصل عشان نستقبل باقي الفريق. انا بشكرك يا كابتن والله، وكابتن عادل انت اديتني طاقه لا تتخيلها. انت مكمل معانا على فكره، بس يعني من الاستوديو. الطاقه عند حضرتك، واحنا سعداء بحضرتك لانك انت نجم من نجوم كره السله الكبار قوي. نعم، فده شرف لينا والقناه. احنا يعني انت عارف حضرتك ان انا زملكاوي طبعا بس انا مصر يا كابتن. النادي مصر. الاهلي، نادي الاهلي نادي عشق الملايين، وانا شخصيا فخور ان انا اكون في النادي الاهلي. وانت منورنا. كل فخر ان انا اكون في النادي الاهلي، وكل فخر ان انا ببقى زمايلي كلهم من النادي الاهلي. مفيش انتماءات في مصر خالص. مصر لما تقول يبقى كلنا بننسى انتماءاتنا. تمام. وهو ده اللي اتعلمنا حتى في النادي الاهلي. تمام. اول ما تتقال كلمه مصر الكل ينسى انتمائه ويعظم اسم ده اسم مصر. ده صحيح. ابو حميد نورتينا وشرفتنا يا كابتن هيثم. انا يعني ده فاصل صغير وهترجع لي تاني عشان احنا معاك ما تقلقش، مش هنمشي النهارده. بشكرك نورتينا. انا بشكرك وبهدي الكاس دوت لفخامه الرئيس طبعا، اللي بنتمنى بعد الانجاز دوت اللي احنا نحظى بمقابلته. وتاني حاجه برضو بهديها للنادي الاهلي بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب والقناة. أنا بشكركم، أنا فرحان وسعيد وبشكركم جدا يا كابتن هيثم بجد والله. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. أعزائي المشاهدين لسه مكملين معاكم، هنطلع لفاصل عشان نستقبل باقي اللاعبين. هيكون معانا محمد فرج بعد الفاصل، وأيضا مجدي طلعت. هنروح لفاصل وتابعونا، أخبار كتير وحاجات كتير وحجم انتصار كبير هتشوفوه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا طبعا مع نجوم وابطال كره السله للرجال على الكراسي المتحركه اللي فازوا ببطوله افريقيا في اثيوبيا وتاهلوا لكاس العالم في نهايه ان شاء الله او نوفمبر 2022. برحب بكابتن محمد فرج واحسن لاعب في البطوله واحد احسن لاعبين في افريقيا. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا ومليون مبروك. ده انا سعيد جدا ان انا موجود في قناه الاهلي، وبشكرك جدا جدا على الاستضافه الجميله دي. وبرحب بالكابتن مجدي طلعت احد نجوم الفريق، وايضا اللي كان له دور كبير وكان من احد الابطال اللي ساهموا في هذا الفوز. اهلا بيك يا كابتن مجدي. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن هيثم، وشكرا جدا على الاستضافه الجميله ديت، وبالاخص ان احنا في قناه النادي الاهلي، فبشكر حضرتك جدا يعني. طب كابتن خلينا نتكلم، ابتدي معاك يا كابتن مجدي. يعني يمكن انتوا وانتوا مسافرين كان عندكم امال وطموحات وهو الفوز طبعا. بالرغم الصعوبات الشديده اللي قبلكم، ان انتوا سافرتوا اصلا ناقصين يعني انتوا سافرتوا 6 لاعبين وبعد كده انضم 3 بقيتوا 9. طبعا. انتوا جبتوا العزيمه دي منين والجلد ده منين؟ والله يا كابتن العزيمه دي اولا ربنا اللي حطها فينا، ده قبل اي شيء يعني طبعا. وتاني حاجه ان احنا برضو الموضوع بالنسبه لنا موضوع التمرين ده، ان احنا كنا بننزل الفجر 5 الصبح صحيح. فالموضوع ده كان بالنسبه لنا صعب، كنا بنصلي الفجر ننزل التمرين، مفيش فرقه بتعمل الكلام ده نهائي تماما. نعم. ان احنا كنا بننزل قبل اي حد، بننزل التمرين وبنتمرن
فكان الموضوع عندنا عزيمه واراده. ابتديت ازاي يا كابتن كره السله؟ يعني ايه اللي حببك في كره السله؟ انا اصلا كنت بلعب كره قدم في الشارع بايديا. في الشارع فعلا، كنت بعد المدرسه بخلص المدرسه وبروح انا واصحابي بننزل المدرسه وبنلعب كره قدم، بلعب كره قدم بايدي. بتلعب كويس؟ بلعب كويس جدا، وساعات كنت بقف جون وساعات كنت بلعب ما مهاجم ما شاء الله. ففي احد من جمعيات خيريه كده شافني قال لي في نادي اسمه نادي ياسمينة ده في امبابه مع شلال الاطفال، فقلت له تمام عادي ما عنديش مانع ان انا ممكن اقدم او الكلام ده. فقدمت فعلا، وفي حاجه حصلت كده لازم احكيها طبعا. اتفضل. ان في حد قابلني على الباب بجد وانا مش ناسيه ولا ناسي اللي هو قاله لي، قال لي الفريق ده بيخسر، بلاش تلعب كره السله وبلاش تمارس رياضه السله ديت والكلام دوت، يا عم روح شوف لك اي حاجه اعملها الحاجات دي كلها. فالكلام بصراحه ما كانش عاجبني جدا، كلام سلبي. فقال لي ساعتها هم في معسكر، فانا ما كنتش فاهم يعني ايه معسكر ساعتها. فبعد كده كان عندي كام سنه؟ كان عندي حوالي 15 سنه. تمام. كنت لسه صغير، فما كنتش عندي علم اصلا بموضوع يعني ايه معسكر. فلما جم من المعسكر فعلا رحت قدمت ساعتها ودخلت ساعتها لعبت كره السله، لقيتها عجبتني جدا 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 بجد، ما كنتش اعرف ان هي اصلا بالجمال ده كله، لان كره السله فيها التحامات كتير، كره السله فيها يعني مهارات كتير جدا، فيها مهارات كبيره جدا. فانا بجد بجد من امتع الالعاب اللي لعبتها ومن امتع الالعاب لذوي احتياجاتي الخاصه. سعيد ان انت لعيبه وسعيد ان انت حققت معايا انجاز. طبعا طبعا طبعا. مستني كاس العالم؟ اكيد اكيد، ده حلم. هتعمل فيه حاجه؟ ده حلم ان انا اوصل اخد بطوله افريقيا اكيد طبعا. انا كنت قبل الفاينل طبعا كنت قاعد على في اوضتي طبعا راسم النهائي دوت، ان انا لا لازم اشيل الكاس. اكيد اكيد طبعا. وبعدين كلمني عن اهلك وفرحتهم. بجد يا كابتن انا اول بطوله شاركت فيها كانت مع المنتخب، كانت 2017، وطبعا الميداليه ديت بتاعتهم. طبعا انا بعتز بيها جدا، دي كانت اول بطوله ليا. و 2020 برضو حصلنا برضو على المركز الثالث، وبرضو كان في جنوب افريقيا، وكان برضو لعبنا ثالث ورابع مع صاحبه الارض جنوب افريقيا، والحمد لله تفوقنا عليهم وخدنا منهم الميداليه. واخيرا بقى طبعا 2022 الحمد لله بفضل الله طبعا، وهتبقى البدايه مش النهايه ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. اتمنى حاجه كويسه في كاس العالم. وعايز اقول لك انتم قد ايه مالين الاستوديو طاقه ايجابيه الحقيقه، انا ونفسي يعني حاسس ان يعني الدنيا جميله معاكم بامانه والله. تسلم. واجي لك يا كابتن يعني محمد، يمكن انت فرحتك فرحتين، فرحتك بالفوز بالبطوله وفرحتك ان انت خدت احسن لاعب، ودي مش اول مره، انت واخد قبل كده احسن لاعب بالبطوله، انت خدت الهداف وقبل كده واخد احسن لاعب. كلمني عن الالقاب الشخصيه اللي انت برده اكيد فرحتك. اولا انا سعيد بوجودي في القناه، وعاوز اقول انا واخد احسن لاعب بمساعده زمايلي ليا، احنا لعبه جماعيه، كون اللجنه المنظمه تاخد احسن لاعب او هداف البطوله يعني الفريق كله احسن لاعب، الفريق كله هو افضل لاعب موجود في البطوله. فانا مش عاوز انكر فضل زمايلي ليا، مساعدتهم ليا ان انا اوصل للشبكه او اوصل للبورد بمساعده ان احنا لعبه جماعيه كلنا بنكمل بعض، احنا بس يعني بنقدر في توفيق وعدم توفيق. انا ربنا كان كرمني في البطوله دي، كان في توفيق زياده على اللزوم والحمد لله قدرنا نحصل. ما كانش يهمني الكاس افضل لاعب في بطوله اديس ابابا اثيوبيا قد ما كان يهمني كاس البطوله. الله عليك. الحمد لله الحمد لله والحمد. انا حصلت على لقب كتير من ضمنها في مصر هنا، ده هداف البطوله في عام 2019 2020، الدوري المصري. الدوري المصري احسن لاعب برده. الساده المشاهدين، الدوري المصري كان فرقه يعني برده خلي الناس تتابعك. في حوالي 8 فرق بيشتركوا في الدوري المصري، بس احنا عاوزين نقول الانديه الموارد الماديه عندها ضعيفه، ففي انديه بتشارك وانديه بتعوقها مع عدم مشاركه بسبب الموارد الماديه، التكلفه صعبه. لكن احنا بنشارك في الدوري المصري، انا بلعب باسم المؤسسه العسكريه جمعيه المحاربين القدماء، وشرف ليا ان انا اكون موجود في وسط المنظومه زي جمعيه المحاربين القدماء، ده طبعا شرف وتاج على دماغي من فوق. طبعا انا حصلت معاهم على هداف احسن بطوله 2019 2020، واخد درع 2020 كان في ساوث افريقيا احسن لاعب ده في افريقيا برضو، خدت هداف احسن لاعب في مصر برضو كاس احسن لاعب، خدت كاس احسن لاعب موجود في افريقيا اللي هو في اديس ابابا ده، ودوت ضيع طعم يعني زود الحلاوه وخلاني بقيت سعيد جدا. حاسس بدول بس حاسس هقول لحضرتك على حاجه، كله ان احنا نشارك كاس عالم، نظره المجتمع المصري احنا بقالنا زي ما قال زمايلي حوالي 20 23 سنه بلعب ما وصلناش على كاس البطوله دي طبعا. صعبة. حلم طبعا. بلعب من سنه 2000 في المنتخب، مع المنتخب الموضوع احنا عمالين نفحت في الصخر، احنا بنلعب على كراسي مكلفه، محتاجه فعلا احنا ككره سله
محتاجه زقه جامده عشان نقدر على فكره بالمناسبه انا ماسك فريق ناشئين في اكاديميه مؤسسه الحسن ما شاء الله يعني بتمرن كمان مدرب مع مدير فني برضه كراسي متحركه مدير فني كابتن ابراهيم نصر ومؤسسه بترعى المعاقين في مصر بطريقه ظريفه جدا وبتدعمه جايبين كراسي من امريكا انا ماسك مدرب مساعد بنرعى الناس ذوي الاحتياجات الخاصه من 12 سنه لغايه مفتوح وعملنا فريق بنات كمان بالمناسبه لأول مرة هتحصل في مصر احنا عاوزين نشارك عاوزين الاهتمام مش بكرة السلة بس في مصر يعني هنقول كرة السلة صعدت لا عايزين نهتم بجميع الألعاب في مصر ذو احتياجات خاصة احنا عندنا ألعاب قوة عندنا رفع أثقال عندنا تنس عندنا سباحة عندنا ألعاب كتير عاوزين نهتم بيهم بجد أنا عايز أقول لك إن احنا حتى في العصر ده أو في الوقت ده بأمانة برعاية السيد الرئيس لكل نظرة المجتمع اختلفت انا عاوز اقول لحضرتك يعني 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 خليني اقول انت حتى حاسس ده حاسس ان نظره يعني دعم القياده خلى المجتمع ينظر نظره ثانيه خالص انا عاوز اقول لحضرتك احنا من 2018 لما سياده الرئيس يعني احنا بنشكره بامانه ذو الاحتياجات الخاصه نزل قانون ذو الاحتياجات الخاصه جميع ذو الاحتياجات الخاصه مش فئه بعينها ولا شلة اطفال ولا بلاين ولا جميع فئات الاعاقات فالعمليه الناس حتى المجتمع بقى ينظر لنا نظره ثانيه طبعا فالحمد لله ولله الحمد احنا برده جاهدين احنا ان شاء الله نوعدكم احنا في كاس العالم هنعمل حاجه في كاس العالم احنا عندنا عزيمه واصرار عاوزين بس اهتمام وتكاتف من الدوله احنا عندنا الكراسي مكلفه جدا الكراسي دي بتيجي من بره 100000 و120000 الكرسي ده بيجي بمقاسات احنا اعاقات مختلفه يعني احنا بنلعب كره سله بيتطلب مخصوص حسب اعاقه كل مقاس طبعا بالمقاس كل طبعا كل تصنيف ليه كرسي معين وبمعنى برضو بالصدفه برضو كده انا وفرج كنت لسه اقول احنا الاثنين بونت على فكره انا مستقبل مجدي ويعني ايه يعني مستقبله في المنتخب ما شاء الله وهو نفس كلاسي طب انت زي ما استقبلت مجدي عايزك تقول الو استقبل بالتليفون ده برضو قول الو كده الو محمد ابو سويلم حبيب قلبي كابتن مبارك كابتن محمد حسب النبي احسن لاعب ارتكاز بالبطوله واحد نجوم البطوله اهلا بيك يا محمد اهلا بيك يا فندم الف مليون مبروك ونتمنى يعني انت تكون معانا بس ان شاء الله تكون معانا بعد كده ان شاء الله باذن الله يا رب قول لي عن الصعاب يا محمد وقول لي يعني كلمني عن الصعاب واكتر حاجه مرت عليكم كنتوا حاسين ان هي يعني صعبه عليكم او صعب ان انتوا تحققوا اللقب والله احنا كانت مرانا بظروف يعني شهر تدريب مع فتره البطوله يعني وجت موضوع كورونا لخبط برضه معانا زمايلنا وسافرنا ناقصين والحمد لله برضه رحنا والحمد لله كان عندنا تحدي وعزيمه ان احنا ناخد البطوله طب قول لي يا محمد يعني بعد نجاحك ويعني وادائك الرائع في البطوله وحصولكم عليها وتشريف مصر يعني تحب تقول لكل واحد شايف الاعاقه عنده ان هي بتعوقه عن شيء يعني تقول لكل واحد ايه يعني ازاي يستغل اعاقته ان هي تبقى تخليه دايما قدام تقول لكل اخواتنا ايه في مصر اقول لكل اخواتنا وكل اصحابنا وكل زبايننا الاعاقه دي مش اعاقه يعني انا بعتبرها مش اعاقه دي التحدي واراده وعزيمه يعني يمكن يا محمد الاعاقه مش في الجسد يا محمد الاعاقه دايما بالظبط الحمد لله الاعاقه دي مش في الجسد الاعاقه دي مش في الجسد يعني دايما اعاقه الجسد بتبقى مش ما تعطلش اي بني ادم ولكن الاعاقه هي في الفكر هي في القلب هي في الروح ولكن الاعاقه في الجسد دي اخر حاجه نتكلم فيها يعني يمكن اكبر دليل الكاس اللي احنا شايفينه معانا في الاستوديو طب قول لي يا محمد احكي لي على موقف طريف حصل هناك ايه احكي لي على موقف كوميدي حصل بينكم من بعض هناك التيشيرت لا والله كلنا التيشيرت بتاع كابتن مبارك احكيها لي يا محمد احكيها لي والله كان بعد لعبنا ماتش في تيشيرت كده بتاع اللعب مخلينه بره فكل واحد التيشيرتات اتبدلت بينه وبين بعض فكابتن فرج جه عندي الغرفه بيقول لي التيشيرت بتاعك فيه برفان قلت له يا كابتن فرج انا ما بحطش برفان على فكره من اللعيبه بجدا جدا جدا بشكره انا شخصيا كزميل لي بشكره على المستوى الهائل اللي اداه في البطوله ده وان شاء الله يبقى ليه مستقبل وبنتمنى بجد يبقى في احترافيه للاعيبه المصريين يبقى في تسويق ليهم بره لان احنا عندنا خامات رهيبه احنا في مصر حوالي 15 مليون معاق عندنا خامات رهيبه جدا بس عاوزين رعايه وعاوزين اهتمام طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس على اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه بنشكر الناس اللي في ناس فعلا في مصر وفي العالم العربي والافريقي مهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه بس انا كنت بتمنى برضو لان في ناس بتسالني السؤال ده
انا موظف في شركه كهرباء، فبيسالوني هو انت بتلعب على بورد واطي الحالي ولا حالي؟ فانا كنت بتمنى يعني بتمنى في ماتشات الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره اللي في مصر لما يكون في ماتشات مهمه، ليه احنا ما نعملش عرض ماتش استعراضي زي شو الناس يعني الناس 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 تشوف كره السله وتعرف عليها ونبتدي فعلا ممكن نستنقى يعني يجي لعيبه افضل مننا احنا يلعبوا كل عايز الفكره نفسها عايز عرض الفكره يبقى الناس موجوده نظهر الباسكت لان احنا فعلا احنا علينا وعايز اقول لك ان احنا هنتبنى الفكره دي في البرنامج احنا علينا انا عاوز اقول ان احنا علينا في اديس ابابا احنا ما كناش قابلنا منتخب اديس ابابا قبل كده ولا منتخب الكونغو واول ماتش قابلناه فعلا اديس ابابا واحنا كنا بنلعب بروح بعيد عن اي حاجه لا معلش قول على السكور بعد اذنك لا خليني بس الاول اشكر محمد عشان محمد على التليفون محمد حسب النبي بشكرك شكرا جزيلا حبيبي نورتني وان شاء الله اعمل حسابك اعمل حسابك بقى قبل كاس العالم هتنورنا يا محمد حبيبي يا كابتن انا بشكرك وبشكر الكباتن اللي معاك وبشكر قناة النادي الاهلي وبشكر كابتن محمود الخطيب حبيبي انت منورتنا وشرفتنا محمد كل التوفيق ليك يا حبيبي باذن الله شكرا محمد حسب النبي افضل لاعب ارتكاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة بشكرك شكرا جزيلا كنت عايز تقول بقى حاجة انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجة الاستنى بتاعتك معلش احنا انا ومجدي كنا نايمين احنا نايمين في اوضة واحدة مع بعض في المعسكر بقى انا في المعسكر حتى برضه في السفرية احنا مع بعض مع بعض في غرفة مع بعض انا يعني ايه في كاريزما كده مع بعضينا فالحمد لله هو كل زمايلي طبعا انا بوجه كل الشكر وكل التقدير لكل لعيبة المنتخب من اصغر لاعب لاكبر لاعب لان بجد طيب معلش انا هقف على الحركة دي يعني ايوه معلش عيدها لي تاني يعني من الفرحة يا جماعة نزل ملعب كرسي واتحرك نزل كرسي وعمل زي ان شاء الله باظ انا عايز اقول لحضرتك حاجة ان ممكن الحركة دي اصلا ترفع كلاسي تخلي كلاسي اعلى من الفئة الطبية فعلا طبعا بس انا الموضوع كان فيه فرحة شديدة جدا الفرحة اديتكوا طاقة طبعا رهيب. انا عايز اقول بجد انا عايز اقول لحضرتك حاجة احنا بنلعب اربع كورترات طبعا في الماتش طبعا صعب الكورترين الاولانيين ان انا دخلت الحمام كنا خسرين تقريبا فرق 12 بونت حاجة يعني 6 باسكت مش بعيد بس الموضوع برضو انا دخلت كده وبصيت يعني لما دخلت الحمام كده وغسلت وشي وزبطت الدنيا اللي هو هدي فصلت فصلت شويه بس برضو لا انا بقول بكلم نفسي ان انا لا ما ضعفش نفسي قدام نفسي اللي هو لا ما تضيعش الماتش منك انت لسه قدامك شوتين انت لسه فالحركه دي بجد كان الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا وبالمناسبه مين انت اللي عملتها انا هو لا اراديه هو من اللعيبه الصغيرين الهايلين انت كمان كنت بتلعب بكره بايدك ما شاء الله ايدك قويه وبعدين تاني حاجه انا ليا برضو باروس بريك دانس في فعلا بتعلم بريك دانس ده كنت على طول هاوي كده الموضوع بتاع البريك دانس ده في البيت عندي واشغل الكاسيت عندي مثلا في البيت وافضل اتعلم مني لنفسي اجيب فيديوهات من على اليوتيوب لفرق فرنسي واجانب كتير جدا ان افضل اتفرج عليهم وبقلدهم يعني ما كنتش بتدرب في مدرسه او حاجه يعني انا عايز اقول لك برافو عليك بس انا شايف محمد عايز يقول حاجه قول انا عاوز اقول بس يعني انا كانت فرحتي كمان لما ادوني الكوره لان الكرة الذهبية انا طلعت خدت قصيت الشبكه يعني انا اصلا المفروض اصلا يعني خليت ناس شالتني كده وطلعت علقت في الحلقه وسابوني بقى حبيبي انا قص الشبكه يا كابتن والله انت حبايب في اوضه واحده بقى بس انا طلعت علقت في الحلقه وقصيت الشبكه فعلا بس انا لا هو تشارلز رئيس الاتحاد الافريقي هناك اما هو بيديني الكاس انا قلت انا مكتفي بالكاس بس فلقيته مطلع كره الماتش بقى ان انا عملت الحمد لله ربنا كرمني في الماتش بس حركه مجدي دي كمان انت تاخد عليها يعني انا اقول يعني حركه معلش يا جماعه عيدوها تاني حركه اللي عملها مجدي بعد المباراه دي بامانه انت تاخد عليها يعني مانو في ذا ماتش من غير ما اعرف كابتن ده كله بسبب ده على فكره والله يا كابتن ده غيرنا وادونا كره الماتش كمان لحقنا بقى السكور الكره عندي في البيت انا عايز اقول لحضرتك انا كل يوم اصحى من النوم وانا رايح الشغل ببص الكره وانا ماشي حبيبي ربنا يعني عاوز اقول والله بجد انا يعني بس نفسي امنيه اللي جميع الانديه الكبيره اللي موجوده في مصر بجد طبعا. لما يكون في ماتش مثلا ما بين الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك اتمنى الفكره دي يعني نعرض احنا عاوزين نعرض هنيجي بعجلنا نعرض الفكره اي حد برده نداء اي حد عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه انا لاعب كره سله ومدرب في مسلسل حسن ومدرب العاب قوه طب تسمح لي العب معاكم اسمحوا لي والله انا لعبت قبل كده على الكراسي والله لعبت عشان اشوف قد ايه انتوا بتلعبوا فيها صعوبات كتير والله. جدا يا كابتن بس برضو الواحد برضو بيتمنى ان اللعبه تتطور اكتر من كده وبجد انا اتمنى برضو نفس الامنيه اللي فرج لسه قايلها ان لازم
بجد هيبقى دي امنيه بجد كبيره جدا ان الانديه الكبيره زي النادي الاهلي والنادي الزمالك وكل انديه مصر لكره القدم يبقى فيها فريق كره سله الكراسي المتحركه. بجد انا عايز الواحد عايز اللعبه دي تنتشر بشكل غير طبيعي بجد، لان اللعبه دي جميله جدا ومن امتع الالعاب ان الواحد لعبها بجد. يعني على فكره عاوز اقول حاجه بس بسيطه بسيطه طبعا انا بشكر والدتي جدا جدا، بشكر زوجتي واولادي اللي استحملوا معايا الفتره اللي فاتت كلها، الموضوع صعب جدا جدا وفعلا فعلا بجد يعني اتحملوا كتير عشان اوصل المرحله دي، لان انا كنت بقضي ايام كتير بره في المعسكرات بجد يعني. بشكر كل زمايلي، بشكر لاعبتي كمان اللي دعوا لي، لاني فعلا فعلا وبتمنى من الناس برضو بكرر يا جماعه اي حد عنده حد من ذوي الاحتياجات الخاصه ما يقفلش عليه، لا يبتدي اقرب نادي ليه سواء في اي محافظه يوديه النادي يلعبوا رياضه، حتى لو مش هكسب الرياضه بالنسبه لنا شريان الحياه بتعلمك. بص يا كابتن احنا طبعا سعداء بيكم، احنا هنطلع فاصل يعني انا بشكرك طبعا مجدي نورتيني وشرفتيني، بشكرك يا محمد، هنطلع لفاصل احنا عاملين لكم تكريم بسيط هنعمله على الهواء كما تعودنا في قناه النادي الاهلي بنحتفل بابطالنا، بس هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ما تروحوش بعيد في تكريم لابطالنا الحقيقه اللي انا شخصيا اتعلمت منهم وبتعلم منهم. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اي تكريم يعني هيبقى لابطالنا دول هيبقى مش كفايه الحقيقه والله، يعني يمكن يعني انا مش عارف اقول حجم المعاناه وحجم التحديات اللي قابلتهم كانت كبيره. ويمكن كابتن عادل يعني احنا بننتهز الفرصه دي وبنقدم لحضراتكم حاجه بسيطه تقليد يعني بسيط يعني ده بوكي ورد، ده تكريم ان احنا ان انتم تسمحوا لنا ان احنا نيجي هنا قناه، ده اكبر تكريم لينا، شرف لينا يا كابتن، شرف لينا وكابتن محمد شكركم. يعني بوكي ورد تقديرا من القناه لإنجازكم الكبير، وبشكركم بجد 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 يعني. وان شاء الله دي بتبقى بدايه بنوعد الجمهور المصري كله اللي احنا في كاس العالم يا جماعه هنحقق حاجه باذن الله ان شاء الله بدعواتكم، هنحقق حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن بيبو ربنا يخليك مبروك. انا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، وده مش جديد على قناه الاهلي وابناء النادي الاهلي والواحد فخور جدا بجد والله احنا اللي فخورين بك يا كابتن، لا بجد انا في قمه فخري وقمه اعتزازي وتحيه وتقدير لجمهور الاهلي وجمهور مصر الاهلي حبيبي. كابتن مجدي بوكي ورد لحضرتك، اشكر حضرتك جدا، بس هتعلمني بريك دانس ماشي يا كابتن بعد اذنك، بس برضه كابتن هنغيرها مش هتعلم ماشي يا كابتن. بس والله بشكر حضرتك يا كابتن بجد على الاستضافه الجميله ديت بجد، وكون ان انا اكون في قناه النادي الاهلي ده لوحده تكريم والله يا كابتن، فشرف لي والله يا كابتن، اشكر حضرتك جدا. ده برنامجكم وقناتكم واي حاجه يا كابتن احنا هنا، اعتبروا ان هذه الترابيزه ملككم في اي وقت، ان شاء الله هكون في ظهركم وهنكون مغطينكم بشكل كبير، وان شاء الله هتشرفونا في كاس العالم وانا ان شاء الله. ده لازم نشرفكم في كاس العالم بعد التكريم ده، يعني كفايه التكريم ده بالنسبه لنا، لازم نعمل كل حاجه قناه النادي الاهلي خدنا حاجه، الله يكفي مشاركتكم في كاس العالم ده شرف كبير يعني، ان شاء الله مش هتبقى اخر اول ولا اخر مشاركه، وبعد كده ان شاء الله هنكون في ظهركم باستمرار ان شاء الله. استاذنكم يا كباتن بقى كلنا مع بعض كده نقطع التورته، معلش يا كابتن يعني ايه حضرتك معايا في لاعب هيزعل هنا اسمه سامي، سامي هو زميلنا اهو هو كده هو كده كده مش هيكون لا هنجيبها بعيد خالص لا لا يا كابتن ايه رايك بقى كابتن احنا هنقسم من عنده لا يا عم انا ما فيش محدش يزعل منا ايوه كده بسم الله الرحمن الرحيم ايوه تمام تسلم ايديكوا يا رب تسلم مشكورة جدا جدا بجد يعني ده الشكر ليك والله بجد عايز اقول لك برضو بقيت تيم ويرك والاجهزه الفنيه بيوصلوا شكرهم طبعا ان حضرتك النهارده استضفتنا يعني بنمثل التيم كله مش بنمثل نفسنا بنمثل التيم كله وان شاء الله مش اخر تكريم والتكريمات جايه كتير بنشكر كل منتخب مصر وان شاء الله وبنشكر اللي ما كانوش معانا بنوجه لهم كل التحيه وان شاء الله يكونوا معانا في حلقه ثانيه مش دي اخر حلقاتنا ولا دعم الفريق هيكون لنا حلقات ثانيه ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده من الكاس بتاعك شكرا جزيلا الكاس بتاعك اهو شكرا جزيلا ربنا يخليك شكرا اشوفكم على خير ان شاء الله ميرسي جدا لحضرتك بجد والله يعني.